السلام عليكم، معكم القناة ديال أجنس عربية للعقار. مديت الناظور اليوم جبنا لكم واحد العرض رائع ديال واحد الفيلات اللي كيتباعوا في مدينة ديال السعيدية قرابين على البحر. فيلات عندهم مسبح وكان عندهم حتى جريدة صغيرة، كان عندهم الكراج. الفيلات هادو المساحة ديالهم كيبداو 125 متر مربع، كاين 125 متر مربع، كاين 135 متر مربع، وكاين حتى 150 متر مربع. في الدخلة مباشرة كاين واحد ديسباس صالون كما كتشوفوه عنده على لافاساد، الدروج جايين في الوسط، كاين واحد بتيت صالا مونجي ولا كويزين اللي حتى هي عندها واحد الباب على لابيسين، باب بالالومنيوم، كوليس الومنيوم نوعيه ممتازه، تصميم ديال الفيلات ولا الفينيسيون ولا شي حاجه اوت غام، شي حاجه مزيانه بزاف. لي ماتريال باش مخدومين الفيلات كاملين بروميير شوا، موقع ممتاز كالم في السعيديه. صراحه منظر رائع هنا من المطبخ كما كتشوفوا، كيطلع على لابيسين من الشرجم، كما كاين حتى الباب اللي كتخرج من تماك لابيسين. الصالون نفس الشيء، عنده الشرجم على لابيسين وعنده حتى الباب. النوعيه ديال الكارلاج ممتازه، الدروج كما كتشوفوا طالعين بالرخام، كاين حمام لتحت، يعني لتحت كاين حمام صالون سيجور وكوزينه، جوج ديال البيبان كبارين على البيسين. الفوق كاين ثلاثة ديال لي شومبر، حمام، إطلالة رائعة من لي تيغاس اللي كاين الفوق عاوتاني على البيسين، كاين بلاكارات ام دي اف. المهم شي حاجة مزيانة بزاف، فينيسيون عالية الجودة بالنسبة للناس اللي باغيين يشريو شي فيلا ديالهم في مدينة ديال السعيدية. موقع ممتاز، فينيسيون ممتازة، وبأثمنة جد مناسبة. صراحة واحد التصميم رائع، الفينيسيون حتى هي. الناس اللي مهتمين يشريو في المدينة ديال السعيدية اتصلوا بنا على هذا الرقم اللي كاين في اسفل الشاشه. حتى الناس اللي باغيين عندهم شي عقار تما وبغاو يبيعوه، ولا عندهم شي بغاو يديروا التقييم لشي عقار ديالهم، يا اما بغاو يبيعوه ولا يشريوه، فاتصلوا بنا على الرقم ديالنا 0644017000. هذا هو الفوق ديال الفيلا كما كتشوفوا، شراجم على دو فاصاد، شي حاجه مزيانه بزاف الصراحه، اطلاله رائعه على البيسين. كاين حتى لاتيغاس في البيت الاخر غادي نشوفوها من دابا شويه، وغادي نوريكم واحد النموذج ديال الفيلا وهي خاويه لتحت، غادي نوريه لكم في الاخر ديال هذا الفيديو هذا، يعني ورينا لكم لتحت اللي مفرشه، دابا غنوريكم خاويه يعني كيفاش كتكون. عاودوا نذكروا بالمعلومات ان هاد الفيلات هادو كيتباعوا في السعيديه، احسن فيلات كاينين حاليا في مدينه السعيديه، اثمنه مناسبه ومساحات كتبدا 125 متر مربع. باقي عندنا اربعه ديال الفيلات، كاين 125 متر مربع، كاين 135 متر مربع، وكاين 150 متر مربع، ثلاثه ديال الغرف، صالون، جوج الحمامات، سيجور ومطبخ، لي تيغاس على لا بيسين، اطلاله رائعه، بلاصه كالم قريبه على البحر، شي حاجه مزيانه بزاف الصراحه. كاين مسبح وكاين جردة صغيرة وكاين حتى الكراج. كما قلنا بقاونا غير ربعة ديال الفيلات، هذه هي الفيلا كيفاش دايرة لتحت خاوية، هذه عندها في صالة وحدة أخرى شوية مبدلة واحد شوية على الأولانية، ولكن تصميم رائع الصراحة، لا المطبخ ولا الصالون ولا البيوت. على العلم انه المساحات ماشي شي مساحات كبيره، ولكن التصميم لعب دور واحد الدور رائع، خصوصا الدروج اللي كيجيو في الوسط، الخدمه المزيانه ديال لي تيغاس اللي كاينين، البيبان كبارين على البيسين كيدخلوا الضو، ما يحتاجش بنادم يشعل الضو في النهار. سارعوا، ما بقاش عندنا بزاف، بقى عندنا اربعه ديال الفيلات فقط. الاثمنه كيبداو 130 مليون مولاي، فيلا سعيدية قريب على البحر، احسن فينيسيون، تصميم رائع، موقع كالم مزيان بزاف، والثمن 130 مليون فقط. منين كيبدا الثمن؟ كيبدا من 130 مليون على حسب المساحه، لانه كنا المساحات كيبداو 125 متر، كاين 135 متر وكاين 150 متر، الثمن كيبدا 130 مليون سنتيم. فكنتمنى نكون عطيناكم المعلومات الكامله وخديت واحد الفكره على هذه الفيلا، هذه لا من الناحيه ديال
الفصاله لداخل ولا لا فينيسيون ولا المعلومات اللي عطيناكم حنا. وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم الناس اللي كيتبعونا سواء من داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، فالشكر موصول لكم فين ما كنتو. صراحه كتشجعونا بزاف باش دائما نجيبوا لكم الجديد. نتمنوا هذا الفيديو هذا يكون عجبكم، ونتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.